ثم قال وعمن يمونه، يعني عمن تنفق عليه، عمن تنفق، هذا هم يسمون التموين، يمونه أي يطعمه ويلتزم بنفقته. فإن لم يجد لجميعهم ما عنده، يعني هو يمون أمه وأباه وزوجته وأولاده، طيب لكن عنده زكاة فطر لثلاثة فقط مثلا، فمن يعطي من هؤلاء؟ ذكر لك المؤلف من يقدم. قال بدأ بنفسه، إذن أول شيء نفسه، ثم زوجته، لأن نفسه هذا شيء أصلي، زوجته وأولاده وأمه وأمه وأباه هؤلاء يعني فرع، لكن هو بالنسبة له أصل، لأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه. قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده، يعني يقدم الزوجة لأن نفقتها واجبة ولو كانت غنية، ثم الرقيق العبيد لأن العبد ما يملك أي شيء، كل شيء عندك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأم والأب ثم إلى الولد. وفي رواية في المذهب يقدم الأولاد على الأم والأب، لأن الأولاد نفق عليهم واجبة، بينما الأم والأب لا تجب إلا إذا احتاجوا، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا تجب، أما الأولاد فتجب عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين. نتكلم عن الأولاد الذين لم يعني يبلغ مبلغ الرجال ويعمل وكذا، لا ما زال تحت يعني نفقتك وتربيتك وكذا، هؤلاء تجب عليك نفقتهم، بينما الأم والأب لا تجب عليك نفقتهما إلا إذا احتاجا. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الأم والأب لأنه من البر، لأنه من البر، فقدم الأم والأب على الابن والبنت. طيب هنا كما قلنا قبل قليل، هذا إنسان عنده زكاة فطر وجبت عليه، هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده ورقيقه اللي يكون. طيب فبمن يبدأ؟ قال يبدأ بزوجته ثم رقيقه ثم أمه، وقدم الأم على الأب لأنها أضعف وأحوج. وأيضا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فقدم الأم على الأب ثم الأولاد الذكور إناث. فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب وعنده صدقة فطر حق خمسة، طيب عن نفسه، عن زوجته، ما عنده عبيد، عن أمه، عن أبيه، بقيت عنده كم؟ واحدة، وعنده ثلاثة ذكور وثلاث إناث، واضح؟ يدفع عن من؟ هل يدفع عن الذكور الثلاث أو الإناث وخليهم أبوه ولا يدفع؟ وضع الصورة؟ نعم. فعلى المذهب أنه يقرع بينهم، يعني أول واحد نفس عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم يجمع الأولاد الذكور الإناث يقولون يلا قرعة، اللي يطلع حظه يدفع عن زكاة. طيب والخمسة الباقون تسقط عنهم، الأمر سهل يعني، ما يذبحهم، خمسة الباقون تسقط عنهم زكاة الفطر خلاص الحمد لله، لأن إنما تجب على من يملك قوت يوم وليلة، فاض عن حاجتي، هذا يملك قوت خمسة فقط، والخمسة هو وزوجته وأمه وأبوه وبقي أولاده، يقرع بينهم أو إخوانه إذا كانوا في درجة واحدة أيضا نفس الشيء، أيضا يقرع بينهم وهكذا. فالشاهد أنه يبدأ بنفسه ثم بمن يمون، أي من هو مسؤول عن النفقة عليهم. نعم.